بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الاستعدادات بتكون غير يعني، خصوصا انك تلعب لنا الصدر وفريق قوي يعني فريق العين، واللعيبة يعني نشوف انه في حماس في التمارين وفي اصرار يعني ان نسوي شيء في المباراه، ان شاء الله نسوي نتيجه ايجابيه وما ننسى ان المباراه بتكون على ملعبنا، وان شاء الله يعني ان شاء الله بتكون نتيجه زينه ان شاء الله. والله الجمهور طبعا ما يحتاج رساله، الجمهور من اول ما جت الوصل لين اخر مباراه، ما الجمهور ما اعتقد انه قصر، كل مباراه يكون موجود، كل مباراه يشجع، كل مباراه يقف ورا اللعيب، واتمنى ان هالمباراه انهم يستمرون على اللي عودونا اياه يعني ويبنون الملعب ان شاء الله. شكرا. اوكي، وي هوب نيكست ماتش اجينست الاين to win and to become happy after the match. So regard to every supporter of the Al-Wasl and await in the stadium the next match. See you. وشي بسم الله الرحمن الرحيم، رسالة الجمهور ان اهم شيء يكونوا متواجدين يعني خلف الفريق، وجمهور الوصل ما مصري دائما يكونوا موجودين يعني، ونحن رسالة انه بنفوز ان شاء الله ونروحهم ثلاث نقاط ويستاهلون، واهم شيء ان المباراة تكون حلوة والجمهور يستاهلون فوز صراحة، لأن احنا مقصرين في حقهم وإن شاء الله نفوز إن شاء الله. Okay, para todos los fans de Al-Wasl, espero que con el Alain nos vengan a sostener. Este equipo necesita de la gente del Al-Wasl, que seremos seguramente mucho más fuertes con el aliento de todos ustedes. Un beso grande para toda la gente del Al-Wasl. Gracias.